رانا كنتفرجوا كاملين بخير وعلى خير وكون مزيانه. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد عندي في لاشين. اليوم ان شاء الله غادي يكون الفيديو ديالنا شويه مختلف على الفيديوهات اللي قبل. قبل كنت كندير لكم اخطاء معلومات توجيهات على كيفاش بني انيقه وشي اكثر. اليوم غادي يكون الفيديو مختلف، غادي ندير لكم مجموعه ديال الصبابط اللي عندي انا ديال الشعر، هكا تاخذوا فكره على الصبابطات ولي موديل ديالهم والاثمنه، ومن هنيت نقول لكم كل مارك وشو الكاليتي ديالها، واش مزيانه واش ما مزياناش. اذا كان كيهمكم الموضوع وكنتوا بحالي كيعجبكم تاخذوا فكره شامله على لاخسيك العاد تشري، وخليكم معايا حتى الاخر. ما تنساوش خليو لي لايك ديالكم وشاركوا في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي حاجه حتى جديده. كاين ميساج تعليق ملاحظه اي حاجه بغيتوا تقولوها ليا غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي لتحت. دونك نبداو الفيديو ديالنا. الو لي في نبداو باول صباط اللي هو هذا الكويسارد هذا كيجي طالع فوق من الركبه، لي كويسارد كاملين كيطلعوا فوق من الركبه، في هذا الحبير من هنا من اللور، في هذا لو ديتاي من هنا من جهه القدم، في بحال الحجرات مربعين مدورين. التوب ديالو دان عادي ما مبطنش من الداخل. كنت خديته بشي 350 ولا 349، خديتهم من مافيل. الكاليتي ديالهم صراحه طوب ديال الطوب، لا مارك ديال مافي الصباب ديالها غزالين، كاع الصباب اللي غادي نوريكم دابا من مافي الكاليتي ديالهم زوينه. كي تلبس مع شي مثلا جين شوميز بيضاء يكونوا غير يكونوا دوك اللوينات اللي غادي تلبسيه مع البنات اللي عندهم بحال هذا اللون ديال الصبابط، يلبسوهم مع اللوينات اللي كيكونوا فاتحين باش كتبقى ديك الجماليه ديال اللون ديالو. هكا ما كتحسيش باللبسه ديالك تغلقات، حيت هذا الغوز بيبي كيبغي اللوينات يكونوا فاتحين اللي كاينين معاه. ودابا ندوزو للصباط الثاني. الصباط الثاني هو هذا، حتى هو كويسارد ولكن هذا كحل عادي ما فيه حتى شي ديتاي واحد اخر. هذا كيتلبس مع كلشي فريمون، مع كلشي تلبسيه معك سوا بالليبه، تلبسيه مع الجين، تلبسيه مع مونطو، تلبسيه مع صايا، اي حاجه لبسيه معها كيجي زوين، كيعطي واحد اللمسه زوينه في اللبسه ديالك. واخا تلبسي دي بوت واحد اخرين شويه هابطين على الركبه، ما كيعطيوش نفس داك الجماليه اللي كيعطي هذا الكويسارد. فيه من هنا من اللور سيور شويه مخلفين، ماشي بحال الاخر فيه غير سير واحد. هذا فيه بحال هكا دوك السيور اللي كيجيو بحال الضفيره، وعادي كحل ما فيه حتى شي لون واحد اخر. ودابا الصباط الثالث اللي هو هاد لي بوط هادو ديال الجلد. نسيت وعدا ما قلتش لكم الكويسار الثمن ديالو كان بحالو بحال الغوز، شي 350 349، وحتى هو من مافي. هذا خديته من عند المحلات اللي كيبيعوا الصباب ديال الجلد، البنات اللي ساكنين في الرباط من السويقه من سوق الصباط. زوين، الجلد ديالو غزال، خديته 4 سنين دابا عمره ما تقطع ليا. هكا فيه هاد الحديدات بالدوغي، فيه السلسله حتى هي بالدوغي. الجلد ديالو زوين رطب، ماشي داك الجلد اللي كتلبسيه وانتي يعني كتحسي برجلك معوقه ما كتقديش تمشي، هذا لا، هذا الجلد ديالو رطيب ما كيعذبكش في المشيه. دايره لي هاد الكريتينه هادي من الداخل باش تحافظ عليه. البنات كاع اللي عندكم لي بوط خشيو كرتونه لداخل ضروري باش ما كيبقاش داير لك داك التراس هنايا ديال التنيه، ملي كتحطي لي بوط بلا شي حاجه اللي كتوقفو كتعاودي تلبسيهم كتلقاي التنيات هنايا ديال لي بوط. من الداخل فيه داك التوب اللي شويه سخيخن، ماشي بحال الكويسار الغوز اللي وريتكم. والخدمه ديالو زوينه، كيجي في اللبسه شيك بزاف، لبسيه مع السروال، لبسيه مع الصايه، مع الكسوه، مع الليبه، كيجي مع كلشي. والثمن ديال لي بوط ديال الجلد كان داير 400 درهم، وهذا تقريبا حتى هو بحالو غير هذا دان والاخر جلد، وفيها تسميطه من هنايا بحال كروشيه مع بعضياتها بالجلد. كان داير 250 درهم، خديته من السويقه حتى هو في الرباط. حتى هو دايره لي الكريتينا نفس الشيء، ومن الداخل داير يعني التوب ديالو سخيخن سخون نيت وغليظ، كتحس به يعني يطاكي لك شويه على البرد. كيجي مع
كل شيء. كاع هاد لي بوت اللي وريتكم دابا مازال الغوز شويه الكويسارد وهاد الجوج اللي وريتكم لي بوت ديال الجلد وهذا ديال الدان كيجيو معاك كل شيء. اي حاجه لبستيها زيدي عليها هذا وهانتي واجده. غير هذا ماشي ديال التكرفيس مثلا داك ديال الجلد تقدري تلبسيه الى صبات الشتاء، هذا ديال الدان ملي كتلبسيه وكاينه الشتاء مع الغياس والماء وداكشي كيولي حالته. ما ننصحكمش الا كان عندكم شي بوط بحال هذا ديال الدان ما تحطوش رجليكم في مره كاع فلا كانت الشتاء حيت كيتكرفصوا وحتى ملي كتمسحيه ما كيرجعش كيف ما كان. دونك ما ننصحكمش انكم تلبسوهم في الشتاء. كاين شي مثلا الجو كيكون بعض المرات ما هو الشتاء ما هو الشمس كيكون شويه مغيم ايه تلبسوه، ولكن الا كان الغيس ما ننصحكمش. وندوزو دابا لي بوط اللي قصارين وغادي نبداو باول واحد اللي هو هذا. هاد لي بوط هادو كنت خديتهم من مافي بشي 349 درهم، باقي التيكيطه ديالو هنايا حيت ما عمري لبستو من نهار خديتو. خديتو بداك الجو ديال سالات الشتا وغادي يدخل الصيف يعني ما لقيتش كندير نلبسو. هاد النوع ديال الصبابط كيعجبوني بزاف. علاش؟ حيت النوع ديالهم لبستيه مع اي حاجه فريمون اي حاجه، ملي كنقول لكم اي حاجه اي حاجه لبستيها وحرتي في الصباط زيدي عليه هاد النوع ديال الصبابط كيبدل لك اللبسه كامله. كنتي لابسه غير سبور مثلا زيدي عليه هاد الصباط كيبدل لك اللبسه كامله. وعاد مريحين حيت فيهم هاد الطالون شويه عريض، ماشي بحال دوك الطالونات اللي كيكونوا رقاقين وكتحسي براسك غادا كتمشي وانت كتميلي، هذا لا كيعاونك في المشيه. ديجا الكاليتي ديالو غزاله ما عندي ما نقول، الخدمه فنه، كتحس بالصباط يعني مخدوم مزيان، داك اللي خدموه بضمير ماشي غير ملبق وصافي. كما قلت لكم الثمن ديالو كان شي 349 درهم، واقيلا كنظن بلي كان بروموسيون حيت الا ما نكذب كنت ديجا شفتو بكثر، وانا فاش كنت خديتو بروموسيون. والصباط الثاني هو هذا اللي سولتوني عليه بزاف في الانستغرام. بزاف ديال البنات كانوا شافوني بوستيت واحد التصويره فيها واحد الاوتفيت بهذا الصباط هذا، كلشي بقى كيسولني مين خديتيه. فيه هاد الطريزات من هنا اصلا كله فيه الطرزه، كله فيه غير الطرزه. خديته من اس واي كيكي ب 119 درهم، كان دايرين ليه بروموسيون، كان ديك الساعه صافي دخل الصيف وباغيين غير يبيعوا الصبابط اللي ديال الشتا يعني يحيدوهم عليهم، كان داير 119 درهم. مريح، الخدمه ديالو بامال، ما نقولش زعما الكاليتي ماشي بحال مافي. الكاليتي ديالو المهم زوينه ما نقولوش كاع خايبه، مي ماشي ديك الكاليتي ديال مافي سبب ديالهم قلت لكم كنحسهم كيخدموا بضمير. اي سي واي كيكي انت وزهرك، تقدر تجي في صباط اللي الكاليتي ديالو زوينه، تقدر تجي في صباط اللي ضرب به شهر شهرين يتقطع عليك. هذا الحب الحمد لله ما وقع به حتى شي حاجه، لبسو جوج مرات. مريح حتى هو الطالون ديالو مريح، ما عليهش اصلا بزاف، ما كتحسش به كيعذبك في المشيه. ودابا ندوزو للصباط الثالث اللي حتى هو من مافي، وهو هذا العشق ديال الصبابط، هو هذا الصباط هذا كود كور. فيها دو ديتاي من هنايا بالحديد بالدوغي، هنايا فيها دو ديتاي من النمر، ما عرفتش واش كيبان لكم في الكاميرا ولا لا، مي هاد الدوغي اللي كيبان هنايا كيبري، ما عرفتش واش كيبان ولا لا. هنايا السلسله ديالو حتى هي بالدوغي، الكاليتي ديالو زوينه. ما نحتاجش نعاود نقول لكم على مافي، سواء ديالهم واعرين. جاني كادو من عند اختي، شكرا بزاف ليك الا كنتي كتفرجي في هذا الفيديو، بوسه كبيره ليك والله يخليك ليا، وشكرا ليك ولراجلك حيت بجوج بهم مخداو هدية. كما قلت لكم الكاليتي ديال مافي كيفكروا في جميع لي ديتاي. مثلا غادي تاخدي الصباط وغادي تفكري باش غادي تعمريه من الداخل باش ما غاديش يعوج ليك، هما دايرين ليه هاد بحال الفرشيه من هنايا، كتخشيها في الصباط من الداخل ما كيعوجش، كيفكروا في كل شيء. كيبقى الصباط ديالك هكاك واقف، ما كتحسش به غادي حتى يعوج.
وكان الثمن ديالو داير 349، تقدروا تلقاوهم مازالين دابا حيت يلاه هذا العام باش خداتو ليا. وكاين حتى هذا الصباط هذا اللي خديته من ايتام، كيجي سامبل من غير هنا في الطالون داير ليه بحال شكل الخشب، سامبل مريح، الشكل ديالو زوين، باس بارتو، ما تحتاجيش انك تديري واحد المجهود كبير باش تشوفي معايا اش غادي تلبسي. كان الثمن ديالو 442 ولا 449، كنت خديتهم العام اللي فات واقيلا، ما عرفتش واش غتلقاوهم دابا ولا لا، مي غتلقاو موديلات حسن كاع منه حيت خرجوا موديلات جدادين، زوين الكاليتي، ما عرفتش الصراحه، مازال ما لبستوش باش تمشيتش به باش نقول زعما واش الكاليتي مزيانه ولا لا. في هذا السيك من هنايا باش كاين البنات اللي كيكونوا لي مولي ديالهم شويه غلاضين، كيتجبد شويه باش يقد يجيك مع رجليك. ودابا غادي نوريكم الصباط اللي درتو عليه ضجه في الانستغرام، كلشي كيسولني منين خديتيه اللي هو هذا. هذا خديته من الي اكسبريس، كان داير شي 153 درهم، كنت خديته قبل من كورونا، كان هو اول صباط واخر صباط خديت من الي اكسبريس، ماشي حيت الكاليتي خايبه، مي حيت من بعد جات كورونا ومن بعد ما عاود خديت حتى شي حاجه اخرى، وعاد زادوا في الاثمنه بزاف. كتلقاي مثلا صباط داير 150 درهم ولا 100 درهم، وديري لا ليفريزون 700 درهم 500 درهم، اكيد ما غاديش تاخديه. داير بحال هكا، فيه هاد السميطه من هنا، فيه حتى هو الخياطه من هنا، فيه هاد السيور من اللور كيدير كيتحلو عادي، وحتى هو داير ليه نفس الشيء ديال مافي، داير ليه هاد الفرشيه من هنا باش كتبروتيجيه ما كيعواش. وغير هو حاجه وحده ما مريحش في مره، ما مريحش، ما ننصحكمش انكم تاخذوا هذا النوع ديال الصباط اللي كيكونوا دايرين بحال هكا. انا ما رديتش البال في الاول، ما رديتش البال الطول ديال الطالون، كان كيسحب لي باللي قصير، مي فاش وصلني طويل بزاف الطالون ديالو كيعذب، ما كتحسيش براسك في مره باللي كتمشي على شي حاجه اللي مريحه. هنا قصير وهنا طويل، كتحسي باللي كتمشي على صباعك، ما مريحش، يعني تلبسي غير مثلا غادي تعشي فشي بلاصه بالطوموبيل، غادا شي موعد عامل غتمشي غير بالطوموبيل، اما باش تبقاي تمشي به مده طويله ما ننصحكش، وما زعما واش نعاود ناخذ بحال هذا النوع ديال الصبابط، لا نهائيا، حيت الطالون ديالو كيعذب بزاف. ودابا غادي نوريكم اخر صباط بالطالون اللي هو هذا، جايتو بديالو بالدان، وفيه هاد السميطه هادي من هنا ولا هاد السنسله هادي بالضو، غير كيجي كله سامبل من غير هاد السنسله هادي. الطول ديال الطالون ديالو معقول، يعني ما كتحسيش براسك راكي لابسه شي حاجه مبرزطاك في رجليك، غير هي ما تمشيش به مده طويله. البنات اللي كيعجبهم ياخذوا صبيبطات اللي هكا كيكونوا شويه مجموعين من هنا من القدام، من الاحسن تاخذوا شويه يكونوا واسعين عليكم باش ما تحسيش بك كيزيرك من الصباع ديالك. الثمن ديالو ما عرفتوش، حيت جاني كادو من عند واحد الشخص عزيز على قلبي بزاف، الا كان كيتفرج في الفيديوهات ديالي شكرا لك بزاف ومردود عليك في ساعه الخير. ودابا غادي نوريكم اخر صباط اللي هو هاد الاوغ هذا، كنت خديته من مروه ب 99 درهم، كانوا دايرين ليه بروموسيون، فيه من اللور هنايا هاد السنته دايرين فيها هاد الحجيرات هادو، ومن الداخل كيجي سخون يا البنات، سخون فريمون سخون، كتشوفوا التوب ديالو من الداخل كي داير، ما كتحسيش بالبرد في مره كاع، كتحسي برجليك طايبين وخفيف، ماشي بحال دوك لي اوغ اللي كتلبسيهم وانت جاره الحجر في رجليك، هذا لا، هذا خفيف ومريح في اللبسه. كنصح البنات كاملين ياخذوا بحال هاد لي اوغ، ضروري يكونوا عندكم في البرد حيت كيهنيكم البرد. وهذا كان هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا في الفيديو وعطيتكم فكره على السبيبطات والاثمنه ديالهم. الا كنتو كتشوفوا بلي لاشين كتحط لكم محتوى اللي كيفيدكم وكتستافدوا منه، ما تنساوش خليو لي لايك ديالكم، شاركوا في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي حاجه حتى جديده. بغيتو تواصلوا معايا وتكونوا قرابين مني اكثر، غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي لتحت باش تقدروا تواصلوا معايا كل نهار. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.